تزوج نور مروة قمر طائي تعلن عن شكل أنفها الجديدة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع نورمار اللي تفاعل بمجموعة من الستوريات على صفحته بالإنستغرام، حكى إنه هو حاليا بينام على تخت إخته، وعلق على إحدى هذه الستوريات: أنا وزوجاتي الثلاثة، بيقصد أميرة ديزني. ليرد عليه أحد فانزاته: ترى كتير أوفر، مرة تتزوج إردة ومرة تتزوج كرتون. نور واصل لمرحلة قوية من الجفاف. الله يا عيال، صلي الصراحة هون فترة عم بنام، يعني صلي شيء مع إنه رحنا على بورصة وجبنا أختي لأنه أخذوا لي غرفتي. فيب هاي. نمر إلى قمرة طائي اللي فتحت لايف امبارح، صرحت من خلاله إنه حالتها كتير صعبة حاليا وما تقدر تتفاعل مع متابعيها بسبب عملية تجميل أنفها، وما بتقدر تأكل أو تشرب أو تتنفس بشكل طبيعي، وهالشي اللي بيأثر عليها وبيخليها تختفي عن السوشيال ميديا. وصرحت إنه قريبا راح تفرج متابعيها شكل أنفها الجديد. ليش صوتك يا جماعة؟ صوتي هيتي لأن أتنفس من حلقي، خشمي حاليا مزدود على الأخير، فتخيلوا حلقي أكل بي أشرب بي أتنفس بي بالجوع عايشة أسنو. وتشوفون عن جد أنه أنا ما أقدر أتفاعل، حتى أحس أكو على وسط جين، والله ما أقدر أتفاعل. لو أقدر أتفاعل ترى قلت لكم تنفسي صعب ما أقدر أحكي. هل بستوعبتي يا رح أرجع أتفاعل وياكم؟ أنا موعدي يعني إن شاء الله ولا 4 أيام يمكن أو هيك شيء، يعني 5 أو 6 أيام وأرجع أتفاعل وياكم. حينزل فيديو اليوتيوب رح أشرح لكم كل شيء عن العملية، ورا 5 أيام حينزل الفيديو وهي النتيجة، حنزل لكم الفيديو إنه ليش سويتها وشو سويتها وعد منو.